وللحديث أكثر عن تداعيات نتائج الانتخابات وتصعيد الميليشيات رفضا لها، ينضم إلينا عبر الهاتف من مالمو عضو التحالف الوطني المعارض لبيد السميدعي. أهلا بك معنا أستاذ لبيد. أهلا وسهلا بكم. أهلا بك أستاذ لبيد، كيف تقرأ عودة الميليشيات من جديد للتصعيد في قضية رفضها لنتائج الانتخابات، لا سيما بعد فشل لجنة تحقيق بمحاولة اغتيال الكاظمي في التوصل لأي نتائج حول الفاعلين؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الميليشيات متمثلة التي تشكل منها الحشد الشعبي تدرك تماما عن يقين بأن الحشد هزم بالانتخابات، لكنها ترفض الاعتراف بالهزيمة. النتائج المخيبة التي حصلت عليها الأحزاب التي تمثل الحشد هي نتائج تمثل استفتاء جماهيريا بالحقيقة من قبل الشعب العراقي، مفاده أن الشعب العراقي ينبذ الحشد الشعبي الذي لا مبرر لوجوده طالما هناك جيش وهناك شرطة وتشكيلات أمنية رسمية. لكن من بين يعني دلالات هذه عملية الاستفتاء وهذه الهزيمة المرة التي منيت بها هذه الأحزاب، أن هناك دلالة لهذا الاستفتاء الذي مر ذكره، أن الشعب العراقي يرفض التبعية لإيران أيضا، يعني العراقيون كما هو معروف. نعم سيد لبيد، هنا تجدر الإشارة إلى أن الشعب العراقي عبر هذا الاستفتاء التي يعني لم يتجاوز، أو هذا عملية الانتخابات لم تتجاوز نسبة المشاركة فيها أو نسبة المشاركين فيها 12%، فالعراقيون يعني يرفضون الرابحين والخاسرين في هذه الانتخابات. نعم تماما رفض تمام، لكنه أنا لو أخذنا ولو قلنا أنه 16 و 18% من الشعب العراقي رافض للحشد الشعبي بهذه النتائج الهزيلة التي حصل عليها، فما بالك بالرافضين للعملية السياسية كلها والرافضين للعملية الانتخابية. هؤلاء بالتأكيد تحضير حاصل أنهم رافضون للحشد الشعبي. ما أريد أن أقوله أستاذي العزيز أن يعني جوهر الاستفتاء الذي مررت عليه ومر ذكره أن العراقيين الشعب العراقي معروف بكون العراقيين معنه معروفون بكونهم رواد أباد عزيزون النفوس يحتلون مكانة مرموقة في ثنايا كتاب التاريخ بمختلف فصوله، لذلك فهم لا يقبلون قطعا أن يكونوا ذيولا وينبذون ويحتقرون كل من يريد أن يجعل من بلدهم ذيلا أو حديقة خلفية لدولة أخرى. هذه خلاصة الموقف الشعب العراقي التي وددت أن أذكرها في سياق الحديث عن جوابا على سؤالك أستاذ الكريم. لذلك فالحشد الشعبي يحاول من خلال ممارساته هذه مظاهرات هنا واحتجاجات هناك وعمليات ضرب للمواقع الحكومية في المنطقة الخضراء، يحاول أن يقول أنا موجود ويحاول أن يثبت وجوده ويحاول أن يضغط على الحكومة أو على الأحزاب السياسية الأخرى بأن تقبل شروطه التي هي بالحقيقة محاولة للإصرار بأن بتبعية البلد لإيران ومد النفوذ الإيراني في داخل البلاد. نعم تفضل. يعني أمام كل ذلك الذي ذكرته، أي دولة سيؤول إليها العراق، لا سيما مع استهداف الميليشيات لمقرات الحكومة في المنطقة الخضراء وزعزعتها أيضا لأمن واستقرار البلاد؟ نعم، الميليشيات من خلال السنين التي تحكمت فيها بالشارع العراقي وما تزال بكل أسف تعلمت كيف تجس نبض الحكومة وتختبر مدى جديتها في تصدي الانتهاكات الميليشياوية للقانون ومدى استخفافها بهيبة الدولة، ومن خلال عدة جرائم قامت بها وعدة انتهاكات وخروقات قامت بها ليس أقلها ما الجرائم وعمليات الاغتيال التي قامت بها ضد المنتفضي انتفاضة تشرين كما نعرف، وبلغ عدد الذين تم اغتيالهم عدة مئات وبالإضافة إلى آلاف الجرحى، وكل الدلائل وبالصورة والصوت تظهر بأن الميليشيات هي التي كانت تقف وراء هذه الجرائم، وكان آخر هذه وأبرزها بالحقيقة عملية محاولة اغتيال الكاظمي. لكن ماذا فعلت الحكومة؟ يعني حتى النتيجة المخيبة التي خرجت بها لجنة التحقيق إذ لم تتهم أحدا، هذا ما شجع الميليشيات مرة أخرى، ما شجع الميليشيات بأن تنتهك وتخترق
القانون وتخترق المشهد السياسي والمشهد الأمني من جديد. وأنا أعتقد أنه أن سكوت الدولة وسكوت القوات الحكومية على الانتهاكات الميليشياوية سيفتح شهيتها ويزيد شهيتها في عملية الانتهاكات والجرائم والخروقات التي تحدث كل يوم من قبل هذه الميليشيا. نعم، رهن الأحزاب والسياسية مسؤولية الأمن في البلاد لصالح تلك الميليشيات، إلى أين مدى كان عملية ممنهجة ونتيجة لما آلت إليه الأمور اليوم؟ نعم، الأحزاب السياسية، عندما تتكلم عن الأحزاب السياسية ينبغي للأسف أن نقسمها إلى ثلاثة فئات. هناك الأحزاب الكردية. الأحزاب الكردية من الناحية الأمنية لديهم القوات الأمنية الخاصة بهم في الحقيقة، وهم ليسوا معنيين، لا يرون في أنفسهم أنهم معنيون فيما يحدث في داخل المناطق العربية. تبقى هناك الأحزاب السنية والأحزاب الشيعية. الأحزاب السنية بالحقيقة تمتاز بالخنوع والخضوع لإرادة الأحزاب والميليشيات الشيعية، لأن الأحزاب السنية الداخلة في العملية السياسية أقصد أخذت حصتها، والحقيقة هي استفادت كثيرا من حالة التوافق مع الأحزاب الشيعية، وحتى أصبحت مرتمية في الحضن الإيراني كما نعلم. لذلك فعملية رهن مسؤولية الأمن هو بالحقيقة هو إرادة البيت الشيعي أو إرادة الأحزاب الشيعية كلها متفقة على هذه المسألة، رهن مسألة الأمن للميليشيات وبموافقة الأحزاب السياسية السنية طبعا. والأكراد ليس لديهم موقف من هذه المسألة ولا يهمهم هذا الموضوع قطعا. هذه العملية بالحقيقة هي نتيجة طبيعية للحكم الطائفي السائد في البلاد منذ ما بعد الاحتلال ومنذ أن تشكلت أول حكومة وعملية سياسية في البلاد، وهو نتيجة طبيعية. البلد كما نعلم البلد تتقاسمه الطائفية والمحاصصات، وهذه العملية ستسود إلى أن تنتهي العملية السياسية. يجب أن تسقط العملية السياسية حتى نقول بأن النظام أصبح نظاما يمثل أو في طريقه إلى تمثيل الشعب العراقي. كنت ضيفنا عبر الهاتف من مال عضو التحالف الوطني المعارض لبيد الصميدعي، شكرا جزيلا لك.